الاسم الممدود سموه ممدود عشان دايما بينتهي بهمزة قبلها حرف مد، زي كلمة امتلاء، زي كلمة رجاء، زي كلمة حسناء. التلات كلمات دولت امتلاء ورجاء وحسناء بتسميهم في اللغة العربية اسم ممدود. بس نوع الهمزة في التلات كلمات اللي أنا ضربت بها المثال لك مختلفة، يعني همزة امتلاء غير همزة رجاء غير همزة حسناء. الفعل من امتلاء امتلأ، وبالتالي الهمزة أصلية لأن الاسم فيه همزة والفعل بتاعه فيه همزة. أما الهمزة بتاعت رجاء منقلبة، لأن لو جبنا الفعل من رجاء هنلاقيه في المضارع يرجو وفي الماضي رجاء، يعني في الحالتين في حرف علة. هو مش شرط في الحالتين، أنا بقولك بس إنه المعتل الآخر. لو جبت الفعل من الاسم الممدود ولقيته معتل الآخر يبقى نسمي الهمزة منقلبة، يعني رجاء بناء سماء. ليه؟ عشان رجاء يرجو بناء يبني سماء يسمو في حرف علة، فبنسميها منقلبة. أما حسناء فلو جبنا الفعل منها حسنة لهنلاقي همزة ولا علة، وبالتالي بنسمي الهمزة هنا زائدة. إذن أنواع همزة الممدود ثلاثة، إما أصلية إذا كان الفعل بها همزة، وإما منقلبة إذا كان فعلها في آخره حرف علة اللي هو الواو أو الألف أو الياء، وإما زائدة لو كان الفعل مثل خضراء وحسناء، لأن خضراء وحسناء ليس آخرهما ها لا حرف علة ولا إيه ولا ياء، ولا حرف علة ولا همزة، لأن ليس آخرهما حرف علة أو همزة. اتعلمنا أن الهمزة أنواع، همزة أصلية وهمزة منقلبة وهمزة زائدة. المعلومة دي هنستفيد بها جدا دلوقتي في تسنية الممدود وجمعه جمع مؤنث سالم. يعني كلمة إنشاء لو حبيت أجيب مثنى إنشاء أعمل إيه؟ تعملش أي حاجة، كل اللي هتعمله هتزود الألف والنون أو الياء والنون بتاعت المثنى، يعني إنشاءان أو إنشاءين حسب الإعراب بقى، وتزود الألف والتاء في جمع المؤنث السالم تقول إنشاءات. كلمة امتلاء، امتلاءان أو امتلاءين وامتلاءات. ليه؟ قال القاعدة بتقول إن الهمزة الأصلية تبقى عند التثنية والجمع. يعني إيه تبقى؟ ما يحصلش في أي حاجة. يبقى أي اسم ممدود بينتهي بهمزة أصلية كل ما عليك أن تضيف علامات المثنى وعلامات جمع المؤنث السالم، ولا تفعل بالهمزة أي شيء. طيب افرض وانا بجمع الكلمة، افرض الاسم الممدود اللي كان مدهوني جيت اشوف اصله لقيت منقلبة، اصل الهمزة يعني لقيتها منقلبة، زي كلمة بناء مثلا. لو جيت جبت الفعل بنا يبقى الهمزة منقلبة. طب اعمل ايه في الحالة دي؟ سيب الهمزة زي ما هي من حقك وتحط الف ونون والف وتاء. يعني في بناء نقول بناءان او بناوان، بناءات او بناوات. خلي بالكو مفيش حاجة اسمها بنايات، بنايات موجودة في العامية. ماشي ممكن أبنية، بس ده جمع المتكسير، أنا مش عايز أجمع جمع تكسير. أنا جيت فرضت عليك وقلت لك اجمع لي كلمة بناء جمع مؤنث سالم بكل وجه ممكن، أو جيت قلت لك صوب الخطأ فيما يأتي أشاهد بنايات كثيرة حولنا. يبقى دول سؤالين معتمدين على معرفتك القاعدة أن الهمزة في الاسم الممدود، الهمزة المنقلبة في الاسم الممدود عند التثنية والجمع إما تقلب هم إما تقلب واو وإما تبقى همزة. ما فيش حاجة اسمها تقلب ياء بقى. يبقى كلمة بنايات غلط 100%، إنما بناءات وبناوات صح. فلذلك لابد أن نلتزم بالقاعدة. طب افرض لقيت الهمزة زائد، يعني جات لي همزة زي همزة حسناء أو همزة خضراء. في الحالة دي لو سمحت هتقلب الهمزة إجباري واو، يعني مش هيبقى في احتمالين، حسناوان حسناوين وجمع المؤنث حسناوات، خضراء عايز اجيب المثنى بتاعها عشان الهمزة هنا زائدة لان الفعل من خضراء خضرة، اذا الهمزة زائدة. لابد ان لازم المعلومة دي الاول اخطو بها، يعني لازم الاول امر عليها الاول اشوف الهمزة دي ايه. يبقى حسناء زائدة في الحالة دي اجبار القاعدة او المعلومة التانية بتقولك لازم تقلبها واو، يبقى حسناوان او حسناوات، خضراوان او خضراوات، صحراوان او صحراوات، وهكذا. الخلاصة الهمزة الأصلية تبقى كما هي
عند التثنية والجمع الهمزة المنقلبة تقلب واوا أو تبقى كما هي في الاسم، في الاسم الممدود اللي هو الهمزة منقلبة، الهمزة الزائدة تقلب واو إجباريا مثل حسناء، حسناوان أو حسناوات.